حليت مشكله سد النهضه؟ منعت حلاوه روح. حليت ازمه الكهرباء؟ منعت حلاوه روح. يا عم الحد الادنى للاجور؟ منعت حلاوه روح. حلبت الارهاب؟ منعت حلاوه روح. طيب بالنسبه للاعلام المحايد؟ منعت حلاوه روح. دعمت الفن والثقافه؟ منعت حلاوه روح. جبت حق الشهداء؟ منعت حلاوه روح. واجهت التحرش؟ منعت حلاوه روح. بالنسبه لسيادتك للاسفاف اللي في قناه فلول؟ منعت حلاوه روح. اعلى نسبه سرطان اطفال؟ حلاوه روح. وقفت نزيف الدم اللي في اسوان؟ منعت حلاوه روح. رجعت الامن والامان؟ منعت حلاوه روح. اعلى نسبه فيروس سي في الكون؟ ما انا منعت حلاوه روح. افشل نظام رعايه طبيه في مصر؟ منعت حلاوه روح. امنت الرحلات السياحيه؟ طبعا منعت حلاوه روح. حليت ازمه المرور؟ منعت حلاوه روح. حسبت الاطباء اللي بيموتوا في الناس؟ ما انت منعت حلاوه روح. طب العشوائيات؟ منعت حلاوه روح. حلاوه روح. حلاوه روح. بقى حضرتك تبقى بتمثل الدوله واول واحد ينتهك الدستور، يا ريت تقرا تاني الماده 67 يا باشمهندس، وبرده الاخوان ولتيت من باب الاحتياط. يا حلاوه.